الحكومة تؤكد استمرار زيادة تخصيص الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم خلال الموازنات المقبلة. كريستالينا جورجيفا تفوز بولاية ثانية كمدير عام لصندوق النقد الدولي. ارتفاع أسعار البترول وسط تزايد التوتر بالشرق الأوسط، والطاقة الدولية تخفض توقعات الطلب على النفط. الاقتصاد من النيل، أهلا بكم. أكدت الحكومة أنها تعمل على تخصيص المزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعية. وأوضح وزير المالية محمد معيط أن الدولة تركز خلال 6 سنوات المقبلة على التنمية البشرية رغم أنها تتحمل الكثير من الأزمات العالمية والإقليمية. وأشار الوزير إلى تخصيص نحو 495.6 مليار جنيه للصحة بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 397 مليار جنيه في العام المالي الحالي، فضلا عن زيادة بموازنة التعليم بحوالي 45%، ارتفعت إلى 58.3 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. وجه وزير التموين علي المصلح الجهات المسوقة بفتح بعض نقاط استلام القمح المحلية، وتستهدف تلك النقاط 4 محافظات والتي بدأت التوريد مبكرا، وهي جنوب سيناء وطامية بمحافظة الفيوم، وتشكى بمحافظة أسوان، وكذلك شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد. وذكرت وزارة التموين أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد، كما أن عملية التوريد هي اختيارية هذا الموسم، وسعر الأرداب نقاوة 23.5 ب2000 جنيه، والأرداب درجة نقاوة 23 ب1950 جنيها، والأرداب درجة نقاوة 22.5 ب1900 جنيها. أعلنت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري. وأصدر وزير التموين علي المصلحي قرارا بمنح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بياناتها اعتبارا من بعد غد الاثنين الموافق 15 من إبريل الجاري. اختار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالإجماع كريستالينا جورجيفا لتتولى منصب المدير العام للصندوق لفترة ثانية مدتها 5 سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل. وذكر بيان على موقع صندوق النقد الدولي الإلكترونية أن مجلس إدارة الصندوق أثنى على القيادة القوية والمرنة التي أبدتها جورجيفا خلال فترة ولايتها، حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى. سجل الاقتصاد البريطاني نموا للشهر الثاني على التوالي في فبراير ما يعزز الأمال حيال إمكانية تعافي الاقتصاد عقب دخوله في ركود في النصف الثاني من العام 2023، وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1% في فبراير بعدما سجل 3% في يناير، وفق ما أفاد به بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية. وأبقى بنك إنجلترا في مارس معدل الفائدة الرئيسية عند أعلى مستوى له منذ 16 عاما ووصل إلى 5.2%، بينما ما زال التضخم أعلى من الهدف البالغ 2%. إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفع النفط نحو 1% بسبب التوتر الجيوسياسي بالشرق الأوسط. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت 71 سنتا لتسجل 90.45 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية 64 سنتا لتصل إلى 85.6 دولارا. وتراجع برنت 0.8% على أساس أسبوعي مقابل انخفاض بأكثر من 1% للخام الأمريكي.
إلى وول ستريت، حيث شهدت الأسهم الأمريكية عمليات بيع مكثفة بعد نتائج ضعيفة لبنوك أمريكية كبيرة بعد صدور بيانات أشارت إلى استمرار ارتفاع التضخم وتوقعات جديدة بخصوص سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادية، فضلا عن توترات جيوسياسية بالمنطقة. وانخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بأكثر من 1% وسجلت خسائر خلال الأسبوع، وخسر المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.4%، كما هبط مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.6%، وشملت التراجعات مؤشر داو جونز الصناعية الذي تراجع بنسبة 1.2%. في الأسواق الأوروبية، استقر مؤشر الأسهم القياسي الأوروبي عند الإغلاق، وأغلق المؤشر ستوك 600 الأوروبي مرتفعا ب1%، إلى أنه سجل خسائر لثاني أسبوع على التوالي. وبعد مكاسب في بداية التعاملات، أغلقت مؤشرات قياسية في اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وفرنسا على انخفاض، بينما أغلق مؤشر إيطاليا وإسبانيا عند أعلى مستوى له خلال ختام التعاملات. وتصدر قطاع تصنيع السيارات والرحلات المكاسب، كما قفز قطاع الطاقة بنسبة 2.4% إلى أعلى مستوياته منذ 2008 بفضل ارتفاع أسعار النفط. في الأسواق الأسيوية، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق إثر صعود أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وارتفع المؤشر نيكي بنسبة 21%، وحقق مكسبا أسبوعيا بلغ 1.4%. وتقدم المؤشر توبكس الأوسان نطاقا بنسبة 46%، ليرتفع بنسبة 2.11% خلال الأسبوع. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن جراء التوتر بالشرق الأوسط. وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 2353.3 دولار للأوقية، وذلك بعدما ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ نحو 2419.7 دولارا، وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت حاجز 2400 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع. نهاية الوقفة الاقتصادية، ولكم تذكرة بأهم ما جاء فيها. الحكومة تؤكد استمرار زيادة تخصيص الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم خلال الموازنات المقبلة. كريستالينا جورجيفا تفوز بولاية ثانية كمدير عام لصندوق النقد الدولي. ارتفاع أسعار البترول وسط تزايد التوتر بالشرق الأوسط، والطاقة الدولية تخفض من توقعات الطلب على النفط. دمتم في أمان الله.